ودليل على الامتحان في الإيمان، امتحان في إيمانه، ولما نجحت أداها جائزة كمان. فهمت؟ أسيجي صوفي بجاهي واحد درويش، درويش القرآن ما بعرف يقرأه، والله أنا قبضته كثير آيات بيقرأ غلط. قال له ولقد خلقنا السماوات، سماوات بالفتحة، الله يفتح راسك، من الله خلقك؟ ها؟ لقاك جمع مهنّة سالم بينصب بالفتحة، فتحة عديل، ولقد خلقنا السماوات. قال وبعد ده أتخيل بيقول البقرة السماوات ده، جاء قال الحديث في صحيح مسلم ضعيف، ده ضعيف صحيح مسلم، صحيح البخاري صحيح مسلم أجمعت الأمة كلها على صحة ما فيهما، أجمعت على الأمة. إيجي ضعيف لك صوفي رأس ماله سبحة بس، شهل سبحة يا دايم يا وبتكلم خلت بالك معي وبعاين في جيبك. انت تجي تجيب عندك 50 آية بقرة كده برا تلقى بعاين في جيبك، عين في المايك وعين في جيبك انت هناك، دار ياكل ده مسكين، دار يلقط له حجبات فهمت يبيع عليك، ها ويديك محايات، دار ياكل ده. فهمت كلامي؟ العقيدة الصحيحة، العقيدة بتاعت المسلمين، سئلت أين الله؟ في السماء. الدليل أيضا قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. أدلة كثيرة عند أهل السنة والجماعة، والصوفية طبعا بيجيبوا الآية دي بتخيلوا إنه دي فيها دليل اليوم. يقول لك ربنا يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والآية الثانية بتاع سورة الأنعام في نفس المعنى ده. طيب معنى الآية شنو؟ ربنا قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معنى الآية كلمة إله معناه معبود. أمشي فتش معاجم اللغة، إله معناه شنو؟ إله معناه معبود. طيب ربنا لما قال وهو الذي في السماء إله معناه شنو؟ وهو الذي في السماء معبود. طيب وفي الأرض إله معناه وفي الأرض شنو؟ معبود. لكن ما معنى الآية هو في السماء وهو في الأرض؟ لا لا ما معناه كده. فهمت كلامي ده؟ لما تراجع كتب التفسير العلماء قالوا كقولك لما تقول محمدين مثلا من الناس، تقول محمدين في الحلة طبيب وفي الخرطوم طبيب، هل معناه محمدين قاعد في الحلة وقاعد في الخرطوم بذاته؟ يعني أسا محمدين هنا في الخرطوم ومحمدين في الحلة؟ لا لا ما معناه كده. معناه إنه محمدين شغله في الحلة طبيب وشغله هناك في الخرطوم طبيب، ولله المثل الأعلى. ربنا لما قال وهو الذي في السماء إله أي في السماء معبود تعبد الملائكة، وفي الأرض إله يعبده الجن بعض الجن وبعض الإنس وتعبده المخلوقات في الأرض، ده معنى الآية. لكن ما معنى الله في السماء بذاته والله في الأرض بذاته؟ أبدا ده ما معناه. أفهم كويس. طيب قال كثير في هذا العصر ما يسمى بجماعة التبليغ، فهل هم أهل السنة؟ جماعة التبليغ صوفية، وهذيل طبعا بتلقاهم لافين في الجوامع، لافين في المساجد. وأصلا الفكرة دي جاتهم من واحد اسمه محمد إلياس الكندهلوي، مولود سنة 1302 هجرية. ده لما بدأ الفكرة بتاعته دي بدأ بحلمة، حلم في النوم الرسول قال له، قال له أخرجوا، وقال الرسول قال لي الخروج بزيد الإيمان، يعني تمرق من محلك ها، وقال كويس مركت من محلك ده، قال الإيمان بتاعك بزيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لو انت رأيته في المنام، فهمت كلامي؟ لو رأيته في المنام ما بديك شريعة جديدة، عشان تجي تكذب انت تقول انا الليله جبت لكم ذكر جديد، جبته من وين؟ دليلك عليه شنو؟ يقول لك لا 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 لا، دليل في القران ما في وفي السنه ما في. طيب جبته من وين هذا الحلال؟ الله يكفينا شرك، جبته من وين؟ يقول لك رسول جاني في النوم. شوف الدين ما بيأخذ المنامات، لانه لو بقت نوم انت نمت الليله وجبت لك ذكر سرتي حرتي، ده الذكر بتاعك، جبته من وين؟ جبته من النوم. طيب انا مش بكره بنوم ولا انا ما بنوم؟
انا بنوم برضو بجيك بكره بقول لك انا حلمت في النوم قالوا الذكر بتاعك ده لغو ما شغال. طيب هتقول لي كذاب؟ انت ذاتك ما كذاب؟ بس نفس النظام ده بكره واحد بيحلم بيطلعنا احنا الاثنين كذابين وهكذا، والدين كده حيكون متجدد كل يوم. فلان نام شيخ الطريقه تلقى العشاء ما صلى ونام، فهمت؟ يطلع بكره يقول لنا انا جاني ذكر جديد في النوم. ما في دين بيجي من النوم، انت عارف الكلام ده؟ ما في دين. ربنا قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، ما قال لك نوم وشوف اللي بيجيك في النوم شنو. ما في دين بيشيلوا من النوم. الله يهديك يا اخي، وهذا كده تفتح لنا باب لاي كذاب بيجي يقول انا نمت وشفته في النوم. زي خليفه داك ده بتاع المولد بتاع ميدان الخليفه ده نام قال انا شفته في النوم جاني الرسول، وبعدين لما جاني قال لي انا ضمنت لكم الجنه، ضمن لي خليفه ده الجنه، بعدين وضمن للحيران المعاوشت كلهم، قال لي من بضمانتي يعني ضمن لي ساحه المولد كلها خليفه الصوفيه شت خشوا الجنه بضمانه خليفه بس. ده كله كلام فارغ يا ناس، وي ده كله كلام فارغ. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتلك الجنه التي أورثتموها بما كنتم تعملون. مش خليفة ضمن لك ولا فلان ضمن لك، ها؟ الجنة تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى عمل. طيب فجماعة التبليغ هي جماعة منحرفة وطريقة صوفية مبنية على أربعة من الطرق الصوفية، وعندهم الآن القبر بتاع محمد الياس الكندهلوي ده في مدينة دلهي الهندية هناك، القبر بتاعه جوا الجامع، قبر بتاعه جوا الجامع. فاوعى تطلع مع جماعة التبليغ ولكن احنا مارقين نبلغ في سبيل الله ونزيد الايمان. نحن بنعرف الايمان ده بزيد بالعمل الصالح لكن ما بزيد بالحوامة. في حوامة يعني السنة لو مشيت من هنا لحد الشجرة دي وجيت راجع ست مرات ايماني بزيد يعني؟ وشنو انت قالوا؟ انت قال رياضة؟ ما رياضة الموضوع. إيمانك بيزيد لو أنت الخطوات المشيتة دي في عمل صالح، في عمل صالح. لكن أنت مارق من هنا ليه دنقلة؟ مارق لشنو أنت ذاتك؟ يقول لك نحن مارقين في سبيل الله. لا في سبيل الله ده لشنو؟ ما في ناس سبيل الله بتمرق للجهاد، بيشيل سلاحه بيمرق بقاتل المشركين الكفار، ده في سبيل الله صح؟ طيب في سبيل الله برضو كونك أنت تكون عندك علم تمشي تعلم الناس تعلم المسلمين، ده في سبيل الله. لكن هو تلقى جاهل ما بيعرف معلومة واحدة، معلومة واحدة في الدين ما بيعرفها، يقوم يجيب على حيله كده في الجامع يقول لهم طبعا يا اخواننا والله نحن ما عندنا علم وكده، وشوفوا الشجرة دي بالله، هذه الشجرة النضرة وهذه الشجرة الوارفة خلقها الله. يا اخي احنا ما عارفين خلقها الله، نحن عارفين خلق الله والشجره وانت خلقك الله، وابو جهل ذاته عارف شجره خلق الله وذاته خلق الله، ده الناس عارفين انه دي ما معلومه انت بتقدمها للناس، فهمت كلامي؟ فجماعه التبليغ اصلا جماعه صوفيه وناس جهله، اوعى تمرق معاهم، يقول لك امرق معانا 3 يوم، طيب 4 يوم كيف؟ ليه 3 يوم بالذات؟ يقول لك 40 يوم، 40 40 ليه؟ نفس انت ما في 40 يوم تمرق 40 ليه؟ لابد انت قلت 40 30 16 لابد تجيب دليل تقول قال رسول الله ولا قال الله كده 40 كده 30 كده 3 يوم، ما في حاجه انت بتجيبها من مخك ساي. طيب بيقول السائل من المعلوم ان الاسلام الدخول بالاسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين، لكن هناك ابواب كثيره تخرج المرء من المله ما يسمى باسباب الرده، فهل المطلوب الرجوع إلى الإسلام النطق بالشهادتين مع أنها تنطق لكن يخرجه من هذه الأسباب أفيدونا؟ طيب السؤال ده مهم بس كده الناس تركز معاه شوية. الفهمت أنا من السؤال ده كالآتي، إنه الزول بيخش الإسلام بالشهادتين وفي نواقض للإسلام بتنقضه غير نواقض الشهادتين، كويس؟ في نواقض يعني زول نطق بالشهاده وما نقضها لكن قد يخرج من الاسلام بناقض من النواقض. طيب لما نيجي يرجع للاسلام يرجع كيف؟ يرجع ينطق بالشهادتين؟ طيب هو من الاصل شهادتين قاعده ونطق بيها، كيف يرجع للاسلام؟ مفهوم الكلام ده انه يا اخواننا الزول
لو خرج من الإسلام مثلا بإهانة المصحف، زول لو شال المصحف في يده كده، ده مصحف شايله في يده، شال المصحف أداه شلوت كده، ده كافر ولا ما كافر؟ ده كافر إجماعا ما في خلاف، كافر. طيب يرجع للإسلام كيف؟ ها؟ يرجع للإسلام بالنطق بالشهادتين، لكن هو من الأول الشهادتين ما قعدات، صح؟ إذن العلماء قالوا في زيادة مهمة جدا، الإنسان إذا خرج من الإسلام بارتكابه لناقض من النواقض لا يكفي فقط النطق بالشهادتين حتى يتوب من الناقض العمل. فهمت النقطة دي؟ يعني زول أهان المصحف ده مرض من الإسلام، شان يرجع للإسلام مش ينطق بالشهادة فقط، ينطق بالشهادة ويتوب من عمله اللي عمله ده. لو ما تاب منه يبقى ما رجع للإسلام، لأنه طلعوا من الإسلام هو الناقض اللي عمله هو. زي الزول بيعتقد إنه الخمر حلال، حلال عديل كده، ها؟ يقول لك يا أخي الخمر دي إحنا بنشربها وحلال ما فيها حاجة. إذا قال الخمر حلال ده مرج من الإسلام، خرج عن الإسلام. طيب يرجع كيف؟ يرجع بتوبته من الموضوع ده، يرجع بتوبته من كون الخمر حلال يتوب منا ينطق بالشهادتين، ده رجع للإسلام. طيب في بقية أسئلة نخلي الشيخ شهاب يعلق عليها، ولعله في ورقة برضو مهمة بيوزعوا فيها الدجالين الصوفية دي. شوف أول حاجة الدجال الصوفي اللي اسمه حامد داك مرات بيجي بيتكلم هنا، أوعى تحضر له، أوعى تحضر للدجال المجرم ده، ده زول فاجر، فهمتها؟ زول داعية بتاع الشرك وداعية بتاع ضلال، أوعى تحضر له كله، فهمت كلامي؟ ما تحضر له إطلاقا. والورقة اللي بيوزعوا ده عبارة عن دجل وكذب، وإن شاء الله شيخ شهاب الآن يبين لكم الباطل والدجل في الورقة اللي بيوزعوا ده. ونحن بحمد الله حلقتنا دي دواء، شفت أنت عارف الدواء؟ علاج لأي عاطل، أي زول عنده مرض، مرض بتاع صوفية، عنده مرض بتاع غيره من الضلال والبدع، الحلقة دي بتداوي لك تمام، بس لو كورك أعرف الحقنة مشت فيه، شوية شوية أموره بتصلح إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام